السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، معنا إن شاء الله المحاضرة الثانية ضمن مختبر ميكانيك التربة. أول محاضرة المفروض إحنا ناخذها حتى إحنا نكون متهيئين لكل التيست اللي حنجريه على الفحوصات بصورة عامة على التربة، إنه أنا شلون أتعلم أعد تقرير. إحنا نسميه Laboratory Test and Preparation of Report، شلون اني اعد تقرير، لان اني اول شيء لازم اتعلم طريقه الفحص واتعلم السيستم اللي امشي به، البروسيس او الخطوات اللي امشي بها بالتسلسل، وكيفيه اعداد تقرير، بحيث التقرير اللي انت تعده تعتبر كمهندس استشاري، يعني مو فقط كطالب. احنا مثل ما نعرف هذه الفحوصات تنتمي كلها الى ضمن الفحوصات الاستشاريه اللي هي ضمن السوليد ميكانيك. فحوصات الاستشارية يسميها احنا الست انفستيجيشن، تحريات الموقع. اني من ابدي في تصميم او انشاء ستراكشرال معين ايا كان، يعني المفروض اني اجري اول شيء فحوصات على التربة. هذه الفحوصات اكو فحوصات تصير حقلية فولد ميجرمنت، واكو فحوصات تكون مختبرية لابورتري ميجرمنت. سو انت لازم تعرف تفرق بين هذه الفحوصات وشلون تجريها وشلون تعد انت كمهندس تقرير يقدم هذا التقرير اللي خاص بك الى المهندسين الاستشاريين او التصميمين، بحيث يعرفون يقرونه وعلى اساسه مثلا يحددون نوع الاساس او نوع المنشئ المقام في هذه المنطقه. فالانترودكشن يقصد به البروبور لابورتري تيست بصوره عامه للسويل هو ايجاد ديترماين ذير physical properties، اول شيء نجد الخواص الفيزيائيه للتربه بارت اللي نستخدمها ضمن من ضمن الديزاين اند كونستراكشن، بانشاء وتصميم المنشات، اي منشات structural foundation اساسات المنشات. The placement اللي هو وضع اند امبروفمنت، بعض الاحيان انت هنا تحتم عليك في مكان ما أن تنشأ منشأ معين، لكن أنه أنت التربة طلعت فاشلة، كأن تكون التربة جبسية، التربة تحتوي على نوع من الفاكيوم بحيث أنه تكهفات بداخلها، فأنت المفروض تجري عمليات، يعني تضطر أنت تجري عمليات تحسينات، فيسمونها The Placement and Improvement تحسين of Soil Properties، تحسين خواص التربة، and Specification Quality كنترول، السيطرة النوعية إلها of soil compaction work. فهاي بصورة عامة الناتشرال السويل ديبوزيشن شقد دي يجري، الهاي ديجري اوف نون هوموجينيتي شقد نسبة عدم تجانسية التربة، ايا كانت انواع الفحوصات والعديد من عدها، الفيدمنتال والثيوريتيكال سواء كانت ثيوريتيكال او امبيريكال. نستخدم معادلات، اكو معادلات وضعية، يعني احنا نقول مثلا تعمل بهذه الظروف، واكو معادلات ثيوريتيكال على اساس العمل اللي انت تنشئ تقدر انت تستخرج معادلات حاكمه نسميها الجوفرنج اكويجن، اللي هذه تنشا اعتمادا على الديفلوب ان سويل ميكانيك. سو انت المفروض اول شيء بالبدايه تعرف انه تستخدم الاكويبمنت، المعدات شلون تهيئها، اليوز اوف اكويجن الايفالويشن، التقييمات باللابورتوري بالمختبر، تتعلم شلون تستخدم اللابورتوري تيست الفحوصات المختبريه للتربه، لان هذا يعني تلعب دور كبير ضمن الهندسه الجيوتكنيكيه، يعني المحترفه مثل ما نقول يسموها جيوتكنيكال انجينيرنج بروفيشنال. سو اول شيء لازم انت تتعلمه انه شلون تستخدم المعدات، اليوز اوف اكويبمنت. او مثلا انا اليوم اريد اجري مثلا فحص مثلا الووتر كونتينت، المحتوى الرطوبي للتربه. انا مثلا بالمحتوى الرطوبي للتربه احتاج انه اجيب بان، هي الوعاء كونتينر صغير، بس هذا الكونتينر المفروض بكريتيريا، اول شيء يكون جاف، يكون يحمل فقط وزن الوعاء، مو مثلا بداخله مثلا نتيجه استخدام سابق كان تكون اطيان متكدسه ويعني ضمن العينه. يعني لازم انت اول شيء تعرف شلون تستخدم المعدات، الفرن
اللي هو فرن التجفيف، تعرف شلون تستخدمه، على اي درجة حرارة تضبطه، ايش قد نسبة تبقى درجة حرارة بداخله، لان اكو بعض الـ يعني العينات المفروض مثلا 24 ما تزيدها عن 48، لان اذا 48 تحترق المكونات العضوية داخل التربة وهي محسوبة جزء من وزن التربة. فكل شيء له كريتيريا، فاليوز اوف اكويبمنت، استخدام المعدات جدا ضروري. انت لازم تعرف كريتيريا، ودائما بما انه انت تعتبر فريش ستودنت يعني بعدك تتعلم بالاول، فالمفروض تسأل مسؤول المختبر اللي هو معيد المختبر او مسؤول المختبر عن كيفية اجراء او استخدام كل جهاز داخل المختبر، بالاضافة الى اجراءات السلامة، لانه اكو بعض الـ 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 يعني الاجهزة مثلا ترايكسيال تيز غيرها تكون اجهزة حادة وتعمل كهربائيا وغيرها، فالمفروض انه انت تعرف كيف تستخدمها. يعني اي مختبر انت تدخله مفروض تعرف اجراءات السلامة اللي بيه، بحيث انت ما تتأذى من عنده سواء يدويا او عن طريق المواد الكيميائية الموجودة بيه او غيرها. وهو هذا use of equipment. ثانيا، بعد ما انت اجريت التجربة بحيث لازم تحصل better result will be obtained when equipment began use is clean. انت راح تحصل افضل النتائج عندما معداتك المستخدمة تكون نظيفة. يعني مثلا الكومباكت الرص، لازم الجهاز اللي تستخدمه للكومباكت يكون نظيف، يكون يعني انه نسبة الـ يعني الطرق مالته كلش عالية، ف بين فترة وفترة يحتاج مينتنس صيانة، يعني بحيث انه حركة او العتلة اللي خاصة به تتحرك انه بشكل افقي، يعني فطرق الصيانة وغيرها. فضروري انت استخدام المعدات والمحافظة على المعدات، يعني بعد ما تخلص من المختبر المفروض المعدات اللي استخدمتها كلها تنظف وتسترجع بأماكنها الصحيحة. يعني هنا مكان الكونتينر، هنا مكان كذا معدة، لأنه حتى ما يصير أنه كل مكان إلى فد لوحة إرشادية خاصة بي أنت تضعها بمكانها المناسب. After that, number two, recording of data، تسجيل البيانات. أنت المفروض حتى أنت تحصل good habit of record، المفروض كل البيانات اللي أنت تحصلها داخل المختبر تسجلها، مثلا وزن الوعاء تسجله، وزن العينة قبل الفحص تسجله، وزن العينة بعد الفحص، وزن المحتوى الرطوبي، وزن كذا، وزن يعني شنو تحتاجه، تراي اكسيل، طول العينة، مقدار العابر، يعني كل حتى لو اكو يعني انه مثلا اكو بعض الريكوردر التسجيلات انت ما تحتاجها، مو مشكلة سجلها، ممكن تفيدك بجرافيك رسم معين، ممكن تفيدك بتوضيح معين. فالمفروض انت كمهندس تكون ملم بهذا الموضوع وتسجل كل البيانات اللي انت ممكن تحصلها بعد ما تاخذها طبعا. فضروري حتى ان ممكن انت تستخدمها تسوي عن طريق سكيرتش بيبر، تسقطها على اي نوع الورق او غيرها، فحتى تحصل على بيانات دقيقه اكيوريت ريزلت، لازم انت تسجل كل الديتا اللي تحصلها خلال عمليه الفحص، قبل الفحص وبعد الفحص. بعد ذلك اعداد التقرير، ريبورت بريشن. الاعداد التقرير صراحه المفروض ما يكون اول شيء سبق ونوهنا انه التقرير يكون باللغه الانجليزيه. اكو فد كريتيريا، اكو فد معايير، جايد لاين، خطوات انت تتبعها حتى تنشئ التقرير. فدا يقول لك ان كلاس روم لابورتوري ماست اكسبيرمنت ديسكريب ويل بروبابلي كان بي كونتاكت ان سميل جروب. اول شيء لازم انه انت احنا نقسم الطلبة الستودنت او الباحثين، هم بصورة عامة الريسيرشر، نقسمهم الى جروبات صغيرة. ليش؟ اول شيء مثلا انا راح افحص الووتر كونتنت، اذا انا بخليه بالجروب 10 ما راح الكل يشوف التجربة، ما راح الكل يفهم الخطوات. احنا نريد مثلا جروب صغير كأن يكون مثلا 5 ستودنت او 5 مثلا ريسيرشر، هذول حتى كل من ينجز شغله اول شيء يطبق بايده، يستخدم العمل بايده، يصور. ايضا مطلوب من عندك انت من تجري التقرير تاخذ صور للتقرير، مثلا اول مثلا خطوه انت رحت اخذت العينه من الموقع، تصور لي السيت انفستيجيشن مالتك، بعد ذلك تم نقلها الى المختبر، هل حافظت انت على العينه بشكل غير مشوه، يعني حافظت ان تكون عليها undistorted sample، فد عينه غير مشوهه مثل ما كانت بالموقع، لو تشوهت عندك اثناء النقل، كله يتوثق بريكوردر تسجيل وتصوير.
لذلك الجروبات الصغيرة راح تسيطر، من يكونون أكثر الطلبة كلش هواي ما راح تستفادون. أحد الأشخاص يكون يسجل، إحنا نسميه اللابورتري ريبورت ريتن، لازم تنكتب باي ايتش ستودنت كل المعلومات الاندفجوالي بشكل مفرد، يعني كل شخص يسجل بيانات، مو يعتمد كل الجروب يسجل بس هذا الشخص يسجل، لا كل من يسجل بيانات يصور كذا. فهاي الطريقة راح تعطي أول شيء روح التعاون وتعمل لك في نوع من الامبروفمنت، تحسن ذير التكنيكال ريتنك سكيل، واللي احنا هذا اللي نريد نوصل له، انه انا لازم اوصل الى طرق مهارية بكتابة الريبورت او التقرير. التقرير لازم شنو يحتوي؟ يحتوي نمبر 1 كفر بيج، اول شيء ورقة الغلاف، تمام؟ هاي ورقة الغلاف ايش تتضمن؟ This page should contain the title of experiment اللي هي اسم التجربة، النيم الاسم مالتك، الديتا التاريخ، تاريخها بكذا كذا، اللي التاريخ شنو اللي اجريت به التجربة، which the experiment was performed. نمبر 2 following the cover page، يلحق ما بعد يعني الصفحة الثانية الايتم ليست اللي هم وياهم التيم، التيم مالتك الجروب اللي يشتغل وياك اسماءهم تنزل، تمام؟ بعد ذلك شنو نكتب بعد التيم؟ نكتب البيربوس اوف اكسبيرمنت، تمام؟ ونكتب الاكويبمنت المعدات المستخدمه، يعني هاي فقره، وبعد ذلك هاي فقره اللي هي المعدات المستخدمه، بعدين السكيم دايجرام المخطط اللي انت اتبعته باجراء هذه التجربه، تسوي لي مخطط. هسه يسالني احد شلون المخطط مثلا اجريه بصوره عامه، هسه راح اشوفك صوره الى مخطط معين انت على اساسها ممكن تفيدك انه تعرف السكيم. السكيم ضروري مطلوب من كل جروب مجموعه يسوون سكيم. هذا العفو طلاب اشوفكم اياه، هذا المخطط يسمى سكيم. مثلا اني اريد ابدي مثلا الخطوه الاولى سيت انفستيجيشن، مثلا جلب العينه من الموقع، شنو الخطوات اللي انت اتبعتها حتى انت تكمل هذه التجربة؟ بعد ذلك مثلا اجريت لها فحص مختبري، مثلا وضعتها بالكونتينر، افتر ذات مثلا عملت لها تجفيف الدور مثلا بالكونتينر، مثلا خليتها انا داخل الفرن لمدة 24 ساعة، او اجريت لها مثلا تحليل منخلي او كذا، يعني الخطوات الخطوة بعد خطوة المتبعة بعملية الاجراءات اللي انت راح توصل لها بشكل فردي. فهذا هو اللي يسمى بالسكيم اللي انت راح تتبعه. نرجع لمحاضرتنا، فالإكوبمنت يوز سكيم دايجرام اوف مين إكوبمنت يوز، تمام؟ البريف ديسكريبشن الوصف الكامل للتيست بروسيجر، شنو هي الخطوات اللي انت اتبعتها تسوي وصف كامل، احنا نسميه الديسكريبشن اوف تيست بروسيجر. لكل تجربه اكو فد خطوات نتبعها حتى نجريها، فهذا الوصف الكامل لها. هاي بالاغلب بالاغلب يوفرها لك المحاضره الرئيسيه اللي راح انطيك اياها اني. انت من وين راح يبدي دورك بصوره عامه؟ اول شيء يبدي دورك مثلا تقول الاكوبمنت يوز، هاي المعدات اللي استخدمتها كذا، مثلا وعاء كونتينر فنر كذا، اي معد تستخدمه انت اريد صوره حقيقيه من المختبر انت ترفقها. طبعا التقرير جروبات ينكتب ضمن المايكروسوفت وورد باستخدام يعني حاسباتكم، وليس تقرير يدوي، كل معد تكتبه تنزل صوره خاصه به. بعد ذلك الريزلت اللي هي حصيله هذا التيست، ذات شود بي انكلودد الداتا شيت. ها الداتا شيت، الداتا شيت شنو؟ انت المفروض اثناء الجروبات البحثيه او الخاصه بيك انه انت مو تسجل داتا، انه هاي البيانات الخاصه اول شيء تكتب فوق بالداتا شيت مالتك ورقه بيضاء اي 4 تكون بها اسماء المجموعه مالتك اللي هي مثلا هذا التيم، التيم اوف ريسيرش يا هم الموجودين، تنكتب اسماءهم يعني فيرست ريسيرش سكند ثيرد فورث فايف كذا، يتعددون كل من اسمه الكامل. After that ينكتب بالأعلى بمنتصف الورقة من الأعلى اسم التجربة لهذا اليوم بالكامل. بعد ذلك تكتب الداتا أو الريزلت اللي أنت حصلتها، مثلا طول العينة، سمك العينة، تجويف العينة، غيرها، كل البيانات الداتا اللي أنت راح تحتاجها ضمن الريزلت بتحقيق الريزلت تكتبها.
هذه الداتا شيت بالنهاية تتوقع سيجنتشر من قبل رئيسك أو يعني السوبرفايزر المشرف على هذا العمل أو التيست أو اللكتشر أو الأستاذ المادة، تتوقع من عنده وترفق بنهاية التقرير، تكون هي آخر ورقة من التقرير. So result, this should include the data sheet example اللي شضمن sample calculation اللي هي الحسابات الخاصة بالعينة and required graph والمخططات المطلوبة للرسم بالكامل. يعني بالمناسبة الرزلت ممكن تحتاج بها كويجينات وكذا وشيء، حد يسألك هاي الداتا منين حصلتها؟ من المختبر ورفقناها بالداتا شيت، الداتا شيت ترفق في نهاية التقرير أو الريبورت اللي حتعدونه. لكل جروب راح يكون داتا شيت يختلف، لأن كل جروب راح تكون إلى عينات وبيانات مختلفة، وبالتالي كل جروب راح تكون إلى ريزلت مختلفة. After that the conclusion، هذا الاستنتاجات بناء على المادة النظرية اللي احنا راح ناخذها وعلى السيرش اللي خاص انت بيه وعلى هدف التجربة والغرض من عدها، انت المفروض تناقش النتائج اللي ظهرت. وهنا تقريبا ننطي احنا مساحة للريسيرشر او الطالب فريش ستودنت انه ينطي نوع في النوع من الكرياتيف، انه يفكر مثلا هاي النتائج عنده شلون يقدر يناقشها. فهذا النوع، هذه المساحة، هذا البوينتد راح ينطيك انه انت تقدر تناقش، وبالتالي هيئك للمرحلة الرابعة من انت عندك بحث تخرج المفروض ان تطلع عندك نتائج بالكامل، وتعرف انه انت شلون تناقشها لهذه النتائج، بحيث مو مجرد تعرض، يعني تعرض ديتا او تعرض ريزلت، لا تعرض الريزلت وتناقش هذه الريزلت، يعني نوع ينطيك نوع كرياتيف انه شلون انت تقدر تدخل بفلسفة الموضوع. فهذه الفقرة جدا مهمة، وتقريبا الدرجة الكبيرة من التقرير حتروح على الكونكلوجن اللي تضمن الكونكلوجن discussion of accuracy دقة التيست procedure should be included in the conclusion along with the possible source of error، وشنو أسباب الإرر اللي ظهرت، النتائج مثلا غير دقيقة شنو سببها غيرها، بالكامل توضح. هذه هي المحاضرة الأولى اللي هي لازم شلون أنا أعد التقرير بصورة عامة. هاي حبينا إحنا ننوه، إحنا اليونت أيضا المفروض إنه إحنا ننتبه على شغلة واحدة، أي تقرير يعد من قبل الباحثين أو الطلبة، مثلا أنا قلت الووتر كونتينت وزن العينة مثلا 50، إذا تركت ليها بدون وحدات تقريبا جزء كبير من الدرجة ضاع من عندك، لأن أنا كمهندس أتعامل مع مختبر ومع عينات، أتعامل مع الوحدات. أنت كتبت لي 50 وقلت ستوب، أنا ما فهمت هاي 50 شنو، كيلوغرام، غرام، وحدة طول، وحدة كذا، المفروض تذكر لي شنو وحدتها. هذا الطول مثلا كتبت لي 3 وسكتت، إنه أنا أخذت 3 خلاص، امتديت إلى أعماق تربة أخذت هذه العينة من عمق تربة 2 وسكتت، ما أعرف 2 سنتيمتر 2 ملم 2 متر. فضروري جدا اليونت، يعني أنت أي رقم تكتبه المفروض مزود بيونت، إلا إذا هو كان دايمنشنلس يعني بدون وحدات، هذه بحث آخر. تمام عيني. الستاندر هاي سبق وتناولناها بالمحاضرة الأولى اللي هي التيست بروسيجر اللي راح نتبعه احنا، قلنا يعني اللي راح ندرسه خلال الووتر كون، يعني خلال السمستر الأول والثاني، هو الووتر كونتينت، المحتوى المائي، والوزن النوعي للتربل سبيسيفيك جرافيتي، السيب اناليسيس اللي هو التحليل المنخلي للتربة لما تكون غير العابرة من منخل رقم 200 اللي هو الحد الفاصل، لكن التربة اللي تعبر من منخل رقم 200 راح يصير لها فحص آخر نسميه الهايدروميتر أناليسيس. after that اختبارات التربة اللي هم 3، ليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرنكج ليميت، على أساسها نحدد الإلاستيسيتي للتربة. بعد ذلك الستاندر بروتكتر كومباكشن اللي هو الضغط الستاندر والموديفايد المعدل، الفولت دينسيتي الكثافة الحقلية، البرمابيليتي او احنا نسميها الهيدروليك كوندكتيفيتي، بها نوعين الفولنج والستاندر الكونستانت حسب نوع التربة نستخدم طريقة الفحص، الكونسوليديشن الانضمام، وهي من الانضمام راح يبلش هذا على الكورس الثاني، الدايركت شير اللي هو دائرة مور سيركل والاجهادات الستراس،
سواء تنشن او شير او غيرها، الانكونفايند التربو اللي احنا نسميها الغير مربوطه او غيرها، الكونفرجن، الترايكسيال تيست اللي احنا نسميه فحص كاليفورنيا للتربه، الاشتو طرق تصنيف التربه اللي هي عندنا طريقتين، احنا طريقه الاشتو طريقه الزراعيه انا من اصنف التربه يسموها اشتو سويل كلاسيفيكيشن سيستم او نسميها الانفايند او طريقه التصنيف النظاميه اللي هي سويل كلاسيفيكيشن سيستم الطريقه المحدده. احنا بالهندسه بالبناء نستخدم هذه الطريقة، وهذا التصنيف الأول يستخدم للترب الزراعية يعني لاختصاصات الري وغيرها، الترب الزراعية يعني الاستخدامات for agriculture using، لكن for structural using أو building using نستخدم التصنيف الثاني اللي هو احنا نسميه التصنيف الموحد أو المحدد. لهنا تكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت إن شاء الله، أتمنى تكونوا استفدتوا من عدها شيء. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرات البعثة. المحاضرات البعثة راح ناخذ التجارب، كل تجربة تيست مالتها، طريقة عملها غيرها، ونشرحها بإذن الله بالتفصيل الكامل. إلى ذلك الحين نلتقي بكم في محاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.